تاني للمشاكل. خلال الفترة اللي فاتت، وده بيحصل تقريبا كل سنة في هذا التوقيت لما الجو يبرد قوي، فالناس على طول بتجري على ايه؟ على الدفايات. وفي دفايات موجودة في السوق، يا اما سعرها رخيص وبتبقى جاذبة للناس لكن هي كأمان يعني مش موجود، او بتكون خرجت بره الصيانه بقالها 10 سنين، يعني خلاص قديمه ومحدش اهتم بيها او شاف الدفايه دي تشتغل او ما تشتغلش فبتعمل كوارث. او اختناقات الغاز، الجو برد، الناس بتدخل الحمام تاخد دوش فتبتدي تفتح المياه السخنه، يحصل تسرب للغاز باي شكل من الاشكال، فنلاقي حالات وكوارث وعناوين للاخبار فيها حوادث كثيره جدا جدا دايما في هذه او في هذا التوقيت من السنه. شفناه زي اللي حصل في بني سويف بعد وفاه ام وبناتها الثلاثه بعد ما تعرضوا للاختناق بسبب تسرب غاز ثاني اكسيد الكربون. حالات الوفاه الخاصه للعرسان الجدد كتيره جدا جدا وبتتكرر بشكل كتير جدا جدا جدا. حوادث خاصه بكبار او باطفال، وهتلاقي دايما العامل المشترك هو يا اما تسريب الغاز في الحمامات يا اما بسبب مشكلة في الدفاية. ودي زي ما قلت قضية يعني مكملة معانا كل سنة. معانا الدكتور مجدي صليب، مدير مركز دراسات السلامة والصحة المهنية سابقا. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. كل سنة تقريبا يا دكتور بنتكلم على القصة دي، لكن يعني زيادة في التأكيد خلينا نقول للناس ونوعيها مرة تانية، إيه الأسباب اللي ممكن نتلافاها علشان ما نتعرضش لا قدر الله لواحدة من هذه الحوادث المتكررة في فصل الشتاء؟ شوفي، طبعا في السخانات بالكهرباء وفي سخانات بالغاز وفي اشتراطات لكل هذه الأجهزة. نمرة واحد، ما نجيبش الأجهزة إلا من أماكن معروفة لدى الرقابة الصناعية ومعتمدة. نمرة اتنين، التركيب بيتم عن طريق شركات الدولة عاملاها مخصوص تبع بتروجاز، وهي الوحيدة اللي لها الحق في التركيب وعمل الصيانة طبقا للمعايير الدولية. في حاجة تاني، في اشتراطات للتركيب، في كمان رقابة في التصنيع، كمان في الصيانة الدورية للحاجات دي. ما انا لسه كنت بقول يا دكتور انه في يعني في ناس بتبقى جابت الدفايه دي مثلا عمرها 12 13 سنه وشغاله، هي الدفايه شكلها شغاله زي الفل، لازم تتعمل لها صيانه حتى لو شغاله كويس. طبعا. الله، كل حاجة لها عمر. في حاجات بتحتاج تتغير، في حاجات بتحتاج تتجدد، فلازم الشخص يكون واعي. نمرة اتنين، أنا عايز أقول لك حاجة، جوه الحمامات بتاعتنا مفيش أي اشتراطات. المفروض التهوية دي لها نظام، وشركة الغاز وهي بتركب بتحط مدخنة، وللأسف في ناس ما بيحطوش المدخنة وفي ناس بيحطوا المدخنة وما بيعملوا لهاش صيانة، تبص تلاقيها العصافير تعشش عليها وقفلتها. فالغاز إذا كانت بالغاز، الغاز ما بيتحرقش بالكامل ويرد في الحمامات بغاز أول أكسيد الكربون، مش غاز ثاني أكسيد الكربون كمان، غاز اول اكسيد الكربون ده غاز غريب قوي قوي، اما بيشمه البني ادم في الاول بيديله نوع من الراحه النفسيه، وبعدين فين؟ يفقد الوعي، بيهاجم الاكسجين بتاع الدم اللي لازق مع الهيموجلوبين ويقوم طرده، وقوه اتحاده مع الهيموجلوبين بتاع الدم 210 مره قد الاكسجين عشان اخرجه منه، افصلهم عن بعض. طبعا دي مشكلة كبيرة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي صليب، مدير مركز دراسات السلامة والصحة المهنية.
مهنية سابقا، ربنا يسلم الجميع، وده بس كان للتوعية.